محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بداية نرحب بكم هنا في المدرسة العتيقة في تزمورت، والتي نحتفي بها اليوم، ونسعى من وراء هذا الاحتفاء أن تعود إلى سابق عهدها وتعود إلى مجدها، ونجد مرة أخرى شبابا وأطفالا يتعلمون القرآن وعلوم الدين في هذه المدرسة التي كانت منارة للعلم. وبداية نبدأ بتلاوة لآيات بينات يتلوها التلميذ فرج عبد المجيد، فليتقدم مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. صدق الله العظيم. رئيس جمعية الانبياءات للثقافة والرياضة والفن. إذن في إطار فعالية ملتقى تزمورت للتراث في دورته الثالثة، وبعد التطرق للتراث المائي والسكري خلال الدورتين السابقتين بتنظيم ندوتين علميتين في هذين الموضوع في هذا الموضوع، ننظم هذا العام ندوة علمية أخرى ونوحد فيها المكان كما ترون والموضوع، وهي المدرسة العتيقة تحت عنوان تزمورت ومدرستها العتيقة في ذاكرة التاريخ. وكما سمعنا من خلال المداخلات، فهناك مزايا عديدة لهذه المدرسة العتيقة، ولها فضل كبير في تخريج مجموعة من العلماء، وكما جاء على لسان الأستاذ دكتور يزيد الرادي الذي تعذر للأسف عليه الحضور معنا هذا اليوم،
قال لي يوما أن مدرسة تزمور فيها فخرا أنها خرجت سيدي موسى الروداني قاضي القضاة آنذاك ومجموعة من يعني العلماء الآخرين الذين جاءوا على لسان المتدخلين في هذه الندوة كسيدي محمد أسملال وكذلك سيدي إبراهيم أسواب وسيدي داود أرسموغ وكذلك الحاج الحبيب، يعني إلى بالإضافة إلى مجموعة من العلماء الآخرين. وكذلك كما جاء على لسان السيد أحمد نجيب الذي يعني شارك معنا بمداخلته حول ذاكرة المدرسة العتيقة بتزمورت، وهو بذاته كان خريجا لهذه المدرسة، فشهادته مهمة على أهل تزمورت وعلى هذه المدرسة العتيقة. وقد نظمت جمعية الإنبعاث هذه الندوة مع المجلس العلمي المحلي لتالودانت، وكذلك بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ومركز سوسماسا للتنمية الثقافية. إذن كجمعية الإنبعاث، الهدف كما سبق أن ذكرت من هذه الندوة هو لفت انتباه والدعوة إلى إعادة هذه المدرسة العتيقة إلى سابق عهدها. وطبيعة الحال هذه دعوة لكل الغيورين على الشأن الديني وكل المحسنين والمهتمين لمد يد العون والتعاون من أجل رد الاعتبار لهذه المدرسة العتيقة، وكذلك العمل مع الإمام الفقيه محمد أيت عساق إمام وخطيب المسجد حاليا والتواصل معه في هذا الشأن. فالإمام كما جاء في مداخلته قدم مشروعا واضحا وخطوات عملية لإعادة إحياء هذه المدرسة، وبدوا تجربة في ميدان التدريس والقيام بشؤون المدرسة العتيقة. هو أيضا غيور وجاد ولديه طموح كبير ويعمل بجد لاستقبال الطلبة وإعادة إعمار المسجد. والهدف طبعا هو لفت انتباه الجهات المختصة والجميع المهتمين والغيورين لأهمية هذه المدرسة العتيقة عبر التاريخ والدور الذي لعبته في النهضة العلمية عبر التاريخ، وكذلك محاولة أو سعيا منا لإعادة رد الاعتبار لهذه المدرسة العتيقة المعترف لها بما قدمته خلال مراحل يعني عديدة وعهود سابقة في التاريخ. ومن خلال هذه المداخلة أود أن أشكر كل المتدخلين في الندوة، كل المنظمين والمساهمين والمساندين في إنجاح هذه الندوة العلمية بامتياز، وندعو كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن التضافر الجهود وتكثيفها من أجل العمل على رد الاعتبار لهذه المعلمة التاريخية للعودة إلى عهدها السابق، ولما لا أكثر لما تتوفر عليه الآن من مجموعة من الإمكانيات يعني التي لم تكن يعني تتوفر سابقا. فشكرا لكم وشكرا لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذه المحطة العلمية، ونضرب لكم موعدا إن شاء الله في يعني الدورة المقبلة إن شاء الله. لا أنت أستغفرك وأتوب إليك، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا.
اللهم لا تجعل فينا لا اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مسافرا الا بلغته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا، ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها بفضلك وإحسانك وكرمك يا ذا الجود والإحسان والكرم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جازي خيرا جزيلا هؤلاء القائمين على هذه الندوة وعلى هذه المدرسة وعلى هذه الأنشطة التي تقام من حين لآخر. اللهم زد لهم الخير وبارك فيهم يا ربي. أسأل الله تبارك وتعالى أهل هذا البلد أن يهديهم لأحسن الأحوال وأن يوفقهم لإحياء هذه المدرسة العتيقة لتكون في مكانها اللائق بها إن شاء الله تبارك وتعالى بين المدارس. أسأل الله تبارك وتعالى السادة المشاركين في عروضهم وكلماتهم ومداخلاتهم أن يوفقهم لما يحبه يا الله وأن يتقبل منهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. مولانا أمير المؤمنين سيد محمد السادس، اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم، اللهم احفظه بالسبع المثاني والقرآن العظيم، اللهم اكلأه بعينك التي لا تنام، اللهم أسدل عليه شآبيب العفو والشفاء وأعطيه الصحة والعافية، اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم، اللهم بارك في ولي عهده وأقر به عيناه وعيون المغاربة جميعا، اللهم يا ربي أقر عينه بولي عهده وبأسرته الصغيرة والكبيرة. اللهم يا ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم وفقنا للخير وأعنا عليه بحرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.